التشكيلة الحالية الأفضل لمنتخب مصر، أحسن حارس مرمى مين؟ والله انا عاجبني مصطفى شوبير قوي قوي. يعني النهارده لو بنتكلم في النهارده تلعب مصطفى شوبير اساسي؟ ها، ما هو مصطفى بقاله فتره ما بيلعبش. ماشي، بس يعني بس هو يعني هاي قوي جدا بصراحه، هايل ما شاء الله. ما انا هتلعب مصطفى. مصطفى ماشي، اتنين مساكين. اتنين مساكين في القايمه طبعا التجديد. لا ماليش دعوه بالقايمه، ولا ماليش دعوه بالقايمه. محمد عبد المنعم حلو، وجنبه مين؟ حجازي حلو. باك يمين؟ باك يمين انا بحب عمر جابر قوي. جميل. باك شمال؟ فتوح، ربنا يفك كربه. ماشي. اتنين نص ملعب؟ اتنين، هو بيلعب بالكابتن، بيلعب بتلاتة باين. العب انت، ماليش دعوه بال. انا العب بستة واتنين تمانيات. حلو. تلعب مين؟ ستة. نني ستة. نني هو اللي ستة عشان طارق طبعا مش موجود. ماشي. في مروان، في دونجا، لا في... العب نني. النني حلو. والتمانيتين امام. ماشي. و امام خلينا في الثالث بس دلوقتي. ماشي. والعب محمد صلاح طبعا. شمال تلعب تريزيجيه ولا مرموش؟ ماشي. راس حربة مصطفى اكيد. مصطفى محمد. ماشي. مين بقى الثالث تمانيات؟ في ناس ممكن توظف. في عمر الساعي. عمر الساعي. ها، لعيب كويس قوي قوي قوي. وفي محمد شحاته، انا بحبه جدا. محمد شحاته لعيب كويس قوي. ماشي. من اول ما شفته بقول لعيب كويس قوي. بقول طارق حامد ده الثاني، بس مختلف عن طارق ان هو لعبه كله قدام، يعني هو كورته عاليه عن طارق شويه. لكن الناس اللي شبهته بامام شايف ان في وجه تشابه؟ لا لا، مفهوش. هو طارق حامد شبه طارق. ها بالظبط، بس كورته اعلى من طارق شويه. ماشي. بسيطه. اوكي ماشي، حلو ده. طب قول لي بقى احسن 11 لعيب شفتهم بعينيك في تاريخ مصر. ده كتير قوي. قول لي انت اختار. انا اي اختيار ليا هيكون اختيار بتاع منتخب كابتن حسن شحاته. يا هو جيل ده، هو جيل ده، مفيش اي حد قبليه بعديه. ما انا ما عشان بس بصرا انا ما شفتش اللي قبليه. الناس اللي شفتوه بس. انا الجيل ده يعني انا كنت بعشق الجيل ده. يعني انت بالنسبه لك الحضري ووائل والجمعه وفتح الله، كان مين معاهم؟ ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد طبعا طبعا. هاني سعيد. يعني كابتن هاني سعيد. حسام غالي، شوقي، حسن عبد ربه، احمد متعب، احمد حسن، ابو تريكه، بركات، بركات، عمرو زكي، ميدو، زيدان. لا يعني دول احسن تشكيله. انا بالنسبه لي ده احسن احسن جيل شفته من يوم ما اتولدت. ياه والله العظيم. أوكي. اصلا انا ما شفتش كابتن خطيب ولا كابتن حسن شحاته. لا لا، انا مش عايزك تقول لي لحد كده. انا اسمع بس انت بتقول شفت اللي شفتهم دول. انا الجيل ده مش هختار غيره. ماشي. كان يستحق يبقى في مكان اكبر يعني من كده. يعني قصدي ان انت ما كانش في حد مثلا في التسعينات او في اول الالفينات شفته جامد؟ لا كنت صغير طبعا. كابتن حسام حسن. انا مش عايزك كلام. كابتن حسام حسن وكابتن حازم امام ما جاش زيه بصراحه. كابتن حازم امام طبعا طبعا. يعني انت فاهم ده دول شفتهم في اواخرهم. اوكي تمام. بس اللي شفتهم بقى بتركيز وانا كبير كده وانا بلعب كوره جيل جيل انا من وجهه نظر جيل العظماء ده احسن جيل في مصر طبعا. اوكي ماشي، تعالى بقى.